صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم. قناة ميرو المعلومات الطاقة، يا رب تكونوا بصحة وخير وسلام. النهاردة هنقدم معلومة عن الفجل اللي له فوائد رهيبة لازم الناس تعرفها. ففي الأول هنتكلم عن معلومة عن الفجل. هو أحد أنواع الخضروات المفضلة لدي العديد من الأشخاص لأنه بيحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمواد النباتية، مضادات الأكسدة والمعادن الهامة. بيعرف الفجل منذ آلاف السنين حيث نشأته في جنوب آسيا ومصر. أنواعه الثلاثة: الفجل الأسود، الفجل الأبيض، الفجل الأحمر. بتكثر في المناطق الحارة وينتمي إلى العائلة الصليبية زي البروكلي الكرومب. الفجل بيتميز بطعمه اللاذع وأوراقه الكبيرة، حيث يتناوله البعض مطبوخ، ني، عصير، ويمكن تخزينه أيضا، كما يتم إضافته إلى بعض الأطباق زي السلطات، الحساء، الشوربة، لمنحها المذاق الرائع. بالنسبة للفجل بالإنجليزية بمعنى رادش، والسعرات الحرارية بتاعته من 15 ل 16 سعر حراري، ده معناه إن هو ممكن يستخدم في النظام الغذائي اللي هو الدايت. هو من الخضروات الجذرية زي ما قلنا، بيؤكل كجذور زي جذور الفجل الأبيض والأحمر والأوراق. فوائد الفجل الأحمر: بيدعم صحة القلب. بيحتوي الفجل الأحمر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة اللي بتحمي القلب من الإصابة بالأمراض الخطيرة. بيدعم صحة الأوعية الدموية، بيمنع تصلب الشرايين، بيساعد على خفض نوبات القلبية وخفض الضغط الدم. تحسين عملية الهضم: بيساعد الفجل الأحمر على التخلص من الاضطرابات اللي بتصيب الجهاز الهضمي، فبيعزز عملية الهضم، هضم الطعام. ليه؟ لأنه بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الألياف الغذائية، فبيدعم حركة الأمعاء، بيقضي على الإمساك، محارب للسرطان لأنه بيحتوي على المضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات اللي بتحارب الجذور الحرة في الجسم. هو بيستخدم كملين ومدر للبول، بيستخدم لضبط ضغط الدم فيقلل ضغط الدم المرتفع لأنه بيحتوي على نسبة من البوتاسيوم اللي بيقلل معدل الضغط. الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي: فبنتخلص من المخاط بأكل الفجل، ويعالج المخاط الموجود في الجيوب الأنفية لأنه غني بالكبريت. الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي: بنلاقي أنه بيحارب نزلات البرد، الإنفلونزا، السعال، بفضل الفيتامينات اللي موجودة فيه، فيتامين سي ومضاد للأكسدة زي ما قلنا، وبيحارب الالتهابات زي ما قلنا برضو، فبيحمي من الإصابة بالتهابات الشعب الهوائي. فوائد الفجل الأبيض: بيطرد السموم من الجسم، تنظيف الجسم من الفضلات والسموم المتراكمة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مضادات الأكسدة اللي بتطرد السموم من الكبد والكلى وتنقيتها. فقدان الوزن: بيساهم الفجل الأبيض في فقدان الوزن الزائد بشكل فعال بفضل الألياف الغذائية، بيعزز عملية الهضم ويمنح الشعور بالشبع مما يقلل الرغبة في تناول الطعام، وطبعا بيؤدي لحرق الدهون. تحسين صحة العظام: بيحتوي الفجل الأبيض على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن زي الكالسيوم، فبيدعم صحة العظام والهشاشة العظام أيضا. تعزيز صحة العين: فيتامين A موجود في الفجل الأبيض، وعناصر الغذائية كمان مهمة بتعزز صحة العين. الحفاظ على صحة البشرة خلال تحفيز إنتاج الكولاجين اللي في الجلد. بيعمل على تعزيز التمثيل الغذائي، تسهيل هضم الطعام زي ما قلنا. حسن صحة الكلى، فهو مضر للبول. بيساهم فجل في الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري. احتوائه على هرمون الاستروجين، فبيساهم الفجل في تحسين الهرمونات الأنثوية. بيعمل الفجل على تنشيط البويضات أيضا، بيعالج حالات تأخر الدورة الشهرية. أيضا أصدقائي، الفجل غني بفيتامين سي، هند الفوليك، الأنثوسيانين. هذه الأشياء جعلته ممتاز لعلاج أنواع عديد من السرطانات: قولون، الأمعاء، المعدة، حتى سرطان الفم. احتوائه على المواد المضادة للأكسدة بيجعله يرفع المناعة ويحمي الجسم من الأمراض الخطيرة. أضرار الفجل: بيسبب تناول كميات كبيرة من الفجل،
حدوث اضطرابات في الهضم، شعور بألم في المعدة، انتفاخ في البطن. تأثير السلبي بقى على ضغط الدم، لأنه بيخفض ضغط الدم، فتناول الكثير منه بيخفض من مستويات ضغط الدم. وده أصدقائي كان نبذة عن فوائد الفجل وأضراره. إلى اللقاء في حلقة قادمة، وأرجو أن تكون المعلومة مفيدة النهاردة. أشكركم وإلى اللقاء.